السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصائح أقدمها للزوج في طريقة تعامله مع زوجته. أولا، لا تتحدث عن الزواج بالثاني أو الثالثة أمام زوجتك أبدا. ثانيا، اهتم بها وأظهر الاهتمام بها جدا، فهي بحاجة إلى هذا الاهتمام دائما. ثالثا، لا تقارنها بغيرها من النساء فإنها تنزعج وتكره هذا الشيء. لا تطعن في طبخها ولا تنتقص من صنعة يدها فإنها تستاء من هذا العمل. خامسا، اهتم بأهلها وأقاربها ومن هي ترغب في التواصل معهم. بارك الله فيك.